بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم وحلقتنا لبعض أن كهل الناس نوجين تي صانكا ما أنت وح أقول هذا لدورنا المها يرى الناس كلا نوجين أيه إيه وحيابها سو وجهي كروحي اللي هو يدي سو منطقي وحمر كلا كل علينا إني مهمة لا يدهاي إنه غير إلا يلح بلاد جرا إن لو تلاقى لإن لسي عناها الناس ككلية والله سمي وح لو يقانه ناس نوجين برحلة أم إكسكلوسيف بريس فيدين وحيقول لي هذا مهمة عنا هالناس كان عنقة وحيقرأ قاضان إميونيتي جس أم الدفاع إسا وحاله شيء قاد دفاع عنق ير إنه صنصيف عن وشقينين وآدي آدو حوجنين إلا إلى جارا إلح بلاط أو كجر وحلو يقان مجريشن أم قان جار سياس الأجل جاد عنق ير إلح بلاط كير وحكوح رياه دفاع أو كهلا هاي ديس عنا هالناس كذا تاسو very important كده جيسا إن لده هو عمل قتليه إن لسيو علمها عنا هالناس كأكلية لحد بلاط إنه رشيس أجهرس وحال أوجادي إلماها الناس كلا نوجيو إن كعقل بدنيهن وحبرشادي إيه وحول بنو في عينهن إلماها الناس كلا نوجين وحال أوجادي شدوا كليتو إلماها الناس كلا نوجيو إن عذرادو كل عام إن إلماها كليتو إيجوريس كيريهن وحال شدوا كليتو أولادها مهمة هايدا أو أه إن هايدا عافيمات كيدا كهرتاج عذراب بدن يكون إيمان كرا عيدا سيدا كانسر ككل عكر مستقبل كا يحيابها لميت كا يدبو لك تام أي ريس ريس كيدا مركي عنق الناس كلا سيو مهمة داس ولادها الناس كأوديد وحالها مارمانة إن حليقان صانك أه هذا هو يدي جو أنستيني صانتو إيه كيف فكرت عنو غير عنه وهل اللي هاي سي أصلا الناس كأجرين هدول إيسان كإيمان إنه عنو جعانه مزجرايو هم وقاني لكن ولي وحان شيء إنه إن الناس كإنت اللي نودينا إلا الله وصلنا ونعكسن تاي لحد بيلنا أصلا كأكين لكن لحد بيل مهمة دي ده واحد تاي إن الربا كليه إن الناس نودين برحلة على سامي هذه مرك هو يدي ناس كنودين سي إيسومانيد عنو جيدة يكو عرفت على مدن وحال الرباين يجو جيسسونك ما داب إله سبحانه وتعالى أو أقلال وحكو كمين عنو جاينا كو عرفتو كادي دي سينا دايبركي أما بمبسك أكوي ست كادي سحر دي سميدب كادي ناس بدشو عنو جينا لثرجيك وحالا كو عرفت أما إنو دان دانيها كو عرفتو أفوق بحك موغضو تبر درز زائدة انتا تاكدر انتو عنو جايغا وحد درميسا إني هالكاسي كجرتو إن عانها وخادنا أيو أما أوسنكيه لينين فوق علم كفلان أما نفقه كفلان وحان لوبها هي هويد إني ناس كجوجيسو إني جوجيسو صنكا إسلام كان عنقا إني ناس كسيسو وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.